بس معايا كابتن نادر السيد الجول كيبر طبعا الكبير بطل 98. مساء الخير يا كابتن نادر. خير مدام لميس، ازي حضرتك؟ يعني انا طبعا بوجه كل التحيه للشباب والرجاله يعني اللي موجودين مع حضرتك في الاستوديو، سواء كان احمد او حجازي او عبد الله او كهربا، وبقول لهم يعني الحقيقه يعني من السهل انك انت تلاقي لعيبه كوره، انما من الصعب انك انت تلاقي رجاله زي دول. صحيح صحيح، معاك حق. يعني في تشابه ما بين ال 98 وظروف 2017 يا كابتن؟ والله يا حضرتك يعني احمد، طبعا انا طبعا احمد يعني فتحي لعب معاك ولا لا 98؟ لا ما لعبتش معاك. فتحي لا فتحي لعب معايا، بس ما شاء الله فتحي يعني ما شاء الله كل شويه بيصغر في السن مش بيكبر، يعني ما شاء الله احمد فتحي يعني انا دايما بضرب بيه المثل الحقيقه، هو انا عارف ان هو عارف رايي فيه بس بره الاستوديو، انما جوه الاستوديو ده الراي الحقيقي يعني. لا والله انا الحقيقه يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان الجيل الحالي دلوقتي يعني مع كل احترام للاجيال ومش بقول مجامله ليهم، للاسف البعض بيقارن ما بينهم وما بين الاجيال السابقه، سواء كان 98 او سواء كان اللي هو الاجيال اللي عملت بطولات 2006 و8 و10. انا شايف ان الجيل الحالي الحقيقه ما يقلش ابدا عن الاجيال السابقه، بل بالعكس، وبقولها بمنتهى الامانه ومنتهى الصراحه، ممكن يكون افضل كمان، يعني افضل في امور كتيره جدا فنيا، وافضل اهم كمان الروح اللي محسوسه. يمكن حضرتك اللي ما لعبش كوره ممكن يشوفها، انما اللي لعب كوره يحسها جدا جدا، يعني اكيد انا وغيري من الناس كتير جدا يتمنى ان هو يكون موجود في جيل زي الجيل الحالي اللي احنا. كابتن نادر، يعني شفت طبعا الاصابات، كان عندنا يعني اصابات في حراس المرمى كتيره، والحقيقه كابتن حضري يعني كان عظيم، انت شفته ازاي؟ الحقيقه عصام يعني انا طبعا احنا زميلنا كتير جدا فتره طويله في المنتخب، ويعني ابتدينا مع يعني ابتدى من 95 لغايه 2005. الحضري الحقيقه يعني ادى درس يستفيد منه كل لعيبه بمنتهى الامانه ومنتهى الصراحه، يعني ان الصفات الشخصيه هي العامل الاساسي بالنسبه للاعب. لو انت زي ما انا قلت لحضرتك كده في بدايه كلامي، الحضري مخزون الخبرات اللي خده الكبير جدا في الفتره اللي فاتت، في السنين اللي فاتت، وصفاته الشخصيه يعني تعمل انجاز زي اللي عمله الحضري، ان هو في السن الحالي وبيأدي الاداء الحالي الحقيقه، وكمان يعني عامل مؤثر جدا في الفريق، فده الحقيقه يتحسب ليه. انا بحييه جدا عصام، واتمنى ان شاء الله ان كل الحراس اللي لسه صغيرين الشباب يتعلموا ازاي ان انت يكون عندك صفات شخصيه تاثر في مستواك يعني. فانا بحييه بوجه له كل التحيه، زي ما اوجه كل التحيه للشباب الجميل اللي موجود مع حضرتك في الاستوديو، شكرا. الشباب الرجاله اللي انا شخصيا فخور بيهم، كنا كلنا متفائلين ان المنتخب لو وصل للدور قبل النهائي فده يعني بدايه الطريق، يعني ان احنا ان شاء الله البطوله الجايه هنحققها وهنوصل كاس العالم. بعدين يمكن عايز اقول لحضرتك على حاجه، كل العقد اللي بيتقال عليها عقد ان شاء الله تتحل، يعني كسبنا المغرب اللي كان بيتقال عليها عقده، للاسف الشديد خسرنا من الكاميرون رغم كل الناس اللي كانوا بيقولوا ان احنا عقده الكاميرون ده. لا بس احنا كسبانين، احنا في بالارقام يعني احنا كسبانين الكاميرون اكتر ما هم كسبونا يعني. لا انا اقول عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان البعض كان بيقول ان احنا بنكسب بطوله افريقيا، طبعا كنت اتمنى ان احنا نكسبها، انما العقده بقى تتفك ان احنا مش ما كسبناش لظروف خارجه عن ارادتنا، وانا بعنيها ظروف خارجه عن ارادتنا زي ما حضرتك قلت، اصابات، اجهاد، وده اللي انا قلته حتى كنت في الاستوديو امبارح، قلت ان ما ينفعش اتكلم على اخطاء مع لعيبه لعبت عدد ماتشات رهيب مع ارض وحشه جدا مع اصابات، ونقول اخطاء، لان الواحد لما يكون مجهد وتعبان ومش قادر يشيل رجليه ومرهق جدا، فصعب جدا ان هو يحافظ حتى على تركيزه. بس انا اللي انا بقول لحضرتك عليه ان انا متاكد بامر الله تعالى ان احنا هنوصل كاس عالم باذن الله. بشكرك كابتن نادر السيد.